السلام عليكم، انا احمد من قناه جيمنج بالعربي. احيانا كتير بنسال نفسنا ايه السلاح الافضل في لعبه ببجي موبايل. يعني مثلا احيانا بتنزل مثلا وفي المستودع قصاد حد وتلاقيه بيموتك بسرعه اكتر ما انت بتموته، او حتى في المواجهه المباشره في اي جيم كلاسيك بتلعبه بتلاقي اللي قدامك ممكن يموتك قبل ما انت تموته، وساعتها بتكون مستغرب جدا وبتكون عايز افضل سلاح للمواجهه دي. النهارده احنا جايبين احسن سلاح بس بالنسبه لاكتر سرعه في الضرب. يعني السلاح اللي هنشوفه النهارده والترتيب ال10 اسلحه اللي هنشوفهم النهارده هنشوفهم من رقم 10 اللي هو ابطا سلاح لغايه رقم 1 اللي هو اسرع سلاح في لعبه ببجي موبايل، واللي هيفيدك جدا في المواجهات المباشره. عايز اوضح هنا حاجتين قبل ما نبدا في الترتيب بتاعنا والتصنيف بتاعنا، ان الحلقه دي جزء من سلسله احترف ببجي واحترف الاسلحه في ببجي، واللي بقالنا فتره ما نزلناش فيها، بس لو عايزين تشوفوا حلقات تانية من السلسله دي يا ريت بتاكد انك عامل لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده لاكثر من 20,000 لايك، وربما نعمل لكم حلقات تانية في السلسله دي قريب قوي باذن الله. الملحوظه الثانيه ان النتائج اللي هتشوفوها النهارده فيها حاجات مفاجاه، يعني فيها حاجات فاجئتني انا شخصيا وانا بعد الحلقه ديت، فمش عايزك تستغرب ليها، وعايزك كمان تبقى فاهم ان الترتيب ده وجهات نظر في النهايه، فانت ممكن تختلف معايا في الراي، وفي اي وقت تقدر تنزل في التعليقات وتكتب لي رايك بالنسبه للنقطه اللي انت متفق او مختلف معايا فيها بالنسبه لترتيب الاسلحه دي. يلا بينا بقى نبدا برقم 10، السكار ال. واحد من افضل الاسلحه في اللعبه بالنسبه لكتير مننا، ومش معنى طبعا ان ترتيبه العاشر انه سلاح وحش ولا حاجه، بالعكس ده الدمج بتاعه 43، واللي يهمنا بقى الدمج بتاعه في الثانيه الواحده 448، ودي قوه كبيرة جدا. هو في التصنيف بتاعنا هو العاشر في السلسلة الأسلحة دي، مش معنى كده زي ما قلت لكم إن هو وحش، وإنها معنى كده إن اللي قبله والتسعة اللي قبله أفضل منه بكتير. خلي بالك إن إحنا بنتكلم دلوقتي على موضوع أسرع سلاح في القتل، والأسلحة خمسة مش هتلاقيها متميزة قوي في الموضوع دوت، هتلاقيها متوسطة في الموضوع دوت، مثال على كده السكار وحتى الأيو جي اللي هو أصلا مش في القايمة بتاعتنا النهاردة، هتلاقيهم كلهم في النطاق أو في المدى المتوسط من ناحية سرعة الضرب. وزي ما احنا شايفين كده قدامنا هو بيوصل لحوالي 3/10 من الثانية عشان تقدر تقتل بيه خصم. المرتبة التاسعة محجوزة لسلاح انا عارف انه هيبقى يعني مستغرب بالنسبة لكتير منكم، الام 4، السلاح القوي والثبات بتاعه سلاح ممتاز جدا بالنسبة لبعض، والمعظم انا عارف بيعتبره السلاح الافضل بالنسبه له، بتقدر تستخدمه في المدى القريب وتقدر تستخدمه في المدى المتوسط، بل انك ممكن تستخدمه في المدى البعيد. بس المفاجاه واللي دهشني جدا ان السلاح دوت من ناحيه سرعه الضرب او من ناحيه سرعه القضاء على خصومك ما طلعش في مرتبه من المراتب حتى الخمسه الاولى، ده طلع المرتبه التاسعه. الدمج او الضرب بتاعه 43، والضرب بتاعه بالنسبه للثانيه الواحده 502، يعني هو اقوى شويه، اقوى ب 50 نقطه تقريبا من سلاح السكار ال، ولكنه طلع متاخر جدا في القايمه بتاعتنا، ودي كانت حاجه بصراحه مستغربه جدا بالنسبه لي. هنكمل مع بعض في القايمه ونشوف ايه المقارنات اللي ممكن نشوفها، وممكن ربما انك بعد ما تخلص القايمه بتاعتنا تبقى فاهم ليه الام 4 وصل للمرتبه التاسعه ديت. وخلينا برضو نعيد وناكد ان المرتبه التاسعه في القايمه دي مش بالضروره ان هو سلاح وحش، بالعكس جدا ده هو سلاح ممتاز جدا، بس ترتيبه بالنسبه للعشر اسلحه النهارده هو المركز التاسع. المركز الثامن معانا في قايمه اسرع اسلحه من ناحيه القتل محجوزه لسلاح برضو يعني هتدهشوا منه قوي، وهو سلاح الاي كي ام. الاي كي ام اللي هو الضرر بتاعه 49 نقطه وبياخد طلق 7، موجود في القايمة بتاعتنا ديت في المركز الثامن، وبرضه ده مش دليل او ده مش معنى كده ان الاي كي ام وحش ولا حاجة، لا خالص، بس معنى كده برضه ان كل الاسلحة اللي قبله افضل منه. السلاح دوت الدمج بتاعه بالنسبة للثانية الواحدة 490 نقطة، وفي كل مواجهة بين الام 4 والاي كي، الاي كي هو اللي بيطلع كسبان في المواجهة اللي هي بتضرب في نفس المكان. وخلي بالكم معظم التجارب اللي اعتمدنا عليها النهاردة كانت باستخدام نفس الدرع، يعني درع 2 هنا والدرع 2 هنا، وبرضه في كل مرة الاي كي كان بيطلع فايز او بيطلع متقدم على الام 4. اكيد دلوقتي متشوقين تعرفوا ايه السبع اسلحه اللي في المراتب السبعه الاولى اللي سابقين الاي كي، وهنبداهم بالمرتبه السابعه وهي سلاح الدي بي.
الدي بي 28 سلاح مميز جدا والبعض مننا بيفضله عشان الثبات بتاعه وخصوصا المبتدئين في اللعبة، والدمج بتاعه او الضرر بتاعه 51 نقطة، وده ضرر معدل ضرر كبير جدا، يمكن اكبر ضرر في كل الاسلحة اللي احنا تناولناها لغاية دلوقتي، والدمج بتاعه او الضرر بتاعه لكل ثانية 468 نقطة. سلاح الدي بي وصل للمرتبة ديت وعدى كمان الاي كي لان الضرر بتاعه اعلى من الاي كي، وده اللي مخليه في وقت اسرع يقدر ينهي الخصم قبل سلاح الاي كي وقبل الام 4 وقبل كل الاسلحه اللي فات. انا عايز اقول لكم ان الدي بي اقوى من الاي كي، النتيجه دي بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي، وطول عمري معتقد ان الاي كي هو السلاح الاقوى، بس في كل مواجهه بينهم الدي بي هو اللي فاز. اي نعم الفرق ما هوش كبير خالص، يعني بقى فرق حاجه بسيطه جدا، بس الدي بي هو السلاح الاسرع من ناحيه القتل، اسرع من الاي كي واسرع من الام 4 واسرع كمان من السكار ال. خلي بالك هنا انا مش واخد موضوع الريكويل في دماغي خالص، يعني انا مش حاطط موضوع الريكويل، لو حطينا موضوع الريكويل هيبقى الدي بي افضل بكتير، ان الريكويل بتاع الدي بي او رد الفعل بتاع الدي بي من المسافات البعيده هيكون احسن بالنسبه لك بكتير، انما احنا بنتكلم لو احنا اللي ماسك السلاحين الاثنين ماسكهم مفيش اي نوع من انواع الاهتزاز، برضو الدي بي هيبقى اقوى من سلاح الاي كي ام، او هيبقى اسرع في القتل من سلاح الاي كي ام. عايز تعرف بقى مين اعلى من كل الاسلحه اللي فاتت؟ سلاح هتستغرب له جدا، الاوزي في المرتبة السادسة، وهو الاوزي خلي بالكم هو اسرع فاير ريت في اللعبة بالكامل، معدل سرعة اطلاق الرصاص عند سلاح الاوزي هو الاعلى بين كل الاسلحة في اللعبة بالكامل، وعشان الدمج بتاعه او الضرر بتاعه قليل، الدمج بتاعه او الضرر بتاعه 26، ده ما خلاهوش اقوى سلاح على الاطلاق، بس في القائمة بتاعتنا هو المركز السادس. تخيلوا ان الاوزي اسرع في القتل من الاي كي واسرع من الام 4، دي حاجة بصراحة انا ما كنتش، يعني انا اعرف ان الاوزي الدمج بتاعه عالي، بس ما كنتش متخيل ان هو بالسرعة دي وبالقوة دي. تخيل انت لما تبقى معاك اوزي وواحد اللي قدامك معاه اي كي ولابسين انتوا الاثنين درع ليفل 2 او ليفل 3، الاوزي قادر في كل مرة ان هو يغلب الشخص اللي معاه الاي كي، ومش بفرق صغير، ده فرق كمان يعني يوصل للتلت كده. الدي بي اس او الضرر بتاعه لكل ثانية بتاع سلاح الاوزي 542 نقطة، ده معدل ضرر كبير جدا يا جماعه، يعني لو بقارنه مثلا بسلاح زي السكار في فرق 100 نقطه كامله تقريبا، انتوا متخيلين الفرق دوت عامل ايه؟ سلاح الاوزي عشان كده في ناس كتير يعني بتلعب بيه في المستودع وبتعمل بيه شغل عالي، وانا بصراحه لما استخدمته في المستودع في الفترات الاخيره، لا يا جماعه بصراحه الضرر بتاعه عالي جدا، وانت يعني لو انت بقى في اول جيم في بدايات الجيم لما بتلعب اي جيم كلاسيك، لو لقيت الاوزي قدامك حاول انك تشيله على طول، لانه بصراحه من اسرع الاسلحه اللي ممكن تقتل الخصم اللي قدامك. خلينا طيب دلوقتي قبل ما ينتقل بقى للتوب 5 واعلى خمس اسلحه في القائمه بتاعتنا او اسرع خمس اسلحه في القائمه بتاعتنا، نسالكم سؤال دلوقتي وتردوا عليه في التعليقات، ايه من الاسلحه الخمسه اللي فاتوا اللي كان مفاجاه بالنسبه لك او ترتيبه كان صادم ومفاجئ بالنسبه لك؟ خلينا بقى نروح لقائمة أفضل خمسة ونبدأها بسلاح برضو المفاجئ جدا بالنسبة لي، وهو سلاح الفيكتور. الفيكتور واسلحة الاس ام جي بتمتاز يا جماعة بالسرعة، بس المفاجأة بالنسبة لي ان سلاح الفيكتور ده اللي الضرر بتاعه 31 نقطة بس، معدل الضرر بتاعه بالنسبة للثانية الواحدة كان 569 نقطة، معدل دمج عالي جدا، رغم زي ما قلت لكم الضرر بتاعه العالي، وده نتيجة برضه الفاير ريت بتاعه عالي، هو أقل شوية من الأوزي بالنسبة للفاير ريت أو بالنسبة لسرعة الضرب، إنما في المعدل الضرر اللي بيعمله في الثانية الواحدة هو أكتر من أوزي بحاجة بسيطة جدا، دي برضه كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي. وفعلا سلاح الفيكتور دوت لما تشوفه في اول الجيم مش لازم ابدا انك تسيبه، وجربه في المستودع هتلاقي فيه سرعة عالية جدا في السلاح دوت قصاد الخصم اللي قدامك. المركز الرابع معانا موجود لسلاح، يعني سلاح صعب جدا في انك تتحكم في الارتداد بتاعه او الركويل بتاعه، وهو سلاح الام 7. الام 7 ناس كتير بتشوف ان هو قريب او يعني اخو سلاح الاي كي ام، بس زي ما انتم شايفين الفرق بينهم، ده المركز الثامن وده المركز الرابع، الفرق بينهم كبير قوي. الدمج بتاع سلاح الام 7 49 زيه زي سلاح الاي كي بالظبط، وبياخد برضه طلق 7، بس بقى الدي بي اس او الضرر بتاعه لكل ثانيه 547 نقطه، يعني اعلى من سلاح الاي كي ام ب 60 نقطه، وده طبعا فرق واضح بين السلاحين، وده اللي مفسر ليه سلاح الام 7 اعلى في المرتبه بتاعتنا. الام 7 تقدر في ربع ثانيه انك تقدر على الخصم
الخصم اللي قدامك. هو الريكويل بتاعه يعني اعلى شويه من الاي كي، بس طبعا تقدر تركب له اي جريب يعجبك وبيبقى الاهتزاز بتاعه حلو، لكن في قائمه الاسرع بتاعنا هو في المركز الرابع. طالما وصلنا للمركز الرابع يبقى مفيش قدامنا دلوقتي غير ثلاث مراكز اولى محجوزين للتوب 3 افضل واسرع اسلحه في اللعبه بالكامل. بس خليني هنا اقول معلومه وملحوظه مهمه جدا، يعني انا كان المفروض قلت المعلومه دي في اول الحلقه، بس خليني اقولها دلوقتي، ان احنا استبعدنا من الاسلحه من ناحيه السرعه في الاداء، استبعدنا الاسلحه اللي هي بتضرب طلقه واحده زي اسلحه القنص او حتى اسلحه الشوت جن، لان دي اسلحه من طلقه واحده بتموت. احنا بنتكلم على الاسلحه اللي هي بتعمل رش او بتضرب طلقات اوتو، عشان كده القائمه بتاعتنا مش هتلاقي فيها لا شوت جن ولا هتلاقي فيها سنايبر صحيح مثلا زي الاي دبليو ام. المركز 3 بقى محجوزه للسلاح العالي جدا في الاهتزاز وكمان الجميل جدا والمحبب لقلبي، وهو سلاح الجروزه. 49 نقطه ده الدمج او الضرر بتاع سلاح الجروزه، بس الدي بي اس بتاعه يا جماعه او معدل الضرر بتاعه في كل ثانيه 612 نقطه، ده اعلى معدل ضرر احنا شفناه لغايه دلوقتي، والسرعه اللي بتقدر تقتل فيها خصمك اقل من ربع ثانيه عشان تقتل الخصم بتاعك باستخدام سلاح الجروزه، وده مخليه في مرتبه عاليه جدا بالنسبه لاسرع الاسلحه من ناحيه قتل خصومك في اللعبه بالكامل. حذر فذر بقى مين اللي موجود في المرتبه الثانيه واللي اعلى كمان من سلاح الجروزه العظيم جدا، سلاح الام 249 هو اللي في المركز الثاني، البيكيس يا جماعه او سلاح ال 100 طلقه. رغم ان الدمج بتاعه اقل شويه من الجروزه، الدمج بتاعه والضرر بتاعه 45 نقطه، الجروزه كان 49 نقطه، لكنه من ناحيه السرعه اسرع بكتير، تقريبا في 2/10 من الثانيه بتقدر تكون موت خصمك باستخدام سلاح البيكيسي او سلاح ال 100 طلقه، وده طبعا فارق عن سلاح الجروزه يعني تقريبا بحوالي 2/100 من الثانيه، مش عارف الارقام بقى كده كتير، بس هو فارق واسرع فعلا من سلاح الجروزه. انا طبعا من محبين السلاح ده مؤخرا، بس يعني شويه احبه وشويه اكرهه، بس مشكلة السلاح ده في رأيي في المدى المتوسط، في المدى المتوسط هيبقى عندك صعوبة جدا في التحكم في سلاح البيكيسي، لأنه يعني رغم ان هو بياخد طلق 5 لكن الريكويل بتاعه بتحس ان هو كده يعني الجروزة، انا بحس ان الريكويل بتاعه بيمشي في اتجاه عمودي او تقدر تتحكم فيه باتجاه عمودي، الريكويل بتاع الـ M249 بتحس ان هو يعني عمودي وافقي فبتبقى التحكم فيه اصعب بكتير. بس سيبك بقى من سلاح البيكيسي ومن الجروزة، لان احنا خلاص دلوقتي وصلنا للمركز الاول. المركز الاول يا جماعة محجوز لسلاح الـ MK14. الـ MK14 الدمج او الضرر بتاعه 61 نقطة. الـ MK موجود في القائمة بتاعتنا النهاردة لانه سلاح اوتو، وده طبعا اللي مميزه جدا واللي مخلي سلاح الـ MK يعني متميز جدا، ان الدمج بتاعه او الضرر بتاعه بالنسبة للثانية الواحدة 678 نقطة، ده اعلى ضرر بالنسبة للثانية الواحدة في كل القائمة بتاعتنا، بتقدر تقتل فيه خصمك في اقل من 18/100 من الثانية الواحدة، يعني وقت مجرد كده ما تقفل عينك وتفتحها تاني يكون خصمك اللي قدامك وقع خلاص. ومش عارف اعدلكم في المزايا اللي موجوده في الام كي، لان بصراحه يعني مزايا رهيبه جدا، طلقه 7 تقدر تركب عليه سكوب 8 يعني سنايبر صريح، تقدر تلعب بيه فول اوتو ما عندكش اي مشكله، طلقتين في اي حته في الجسم هتلاقي الخصم اللي قدامك في يعني في المدى القصير والمدى المتوسط. سلاح يا جماعة بدون ولا غلطة، بس مشكلته الوحيدة طبعا في الريكويل بتاعه الهايل اللي هو يعني صعب على اي حد مبتدئ يستخدمه في البداية، بس صدقني بعد ما تتعامل مع سلاح الـ MK14 هتلاقي ان هو سلاح مناسب جدا ومفيد جدا في كل المواقف. مشكلته الوحيدة ان هو سلاح من اسلحة الدروب، وطبعا اخر الثلاث اسلحة او المراكز الثلاثة الاولى هي كلها اسلحة الدروب، وده اللي مخليها تبقى نادرة شوية، دي اعتقد المشكلة الوحيدة، لكن لما تلاقي اي حاجة من الثلاث اسلحة الاولى دولت اعتقد هتبقى وصلت او تبقى ضامن خلاص ان الجيم بقى في ايدك بشكل كبير جدا، ده طبعا لو انت بتقدر تتحكم في الركويل او رد الفعل بتاعهم بشكل كويس. ودي كانت قائمة أفضل أو أسرع 10 أسلحة من ناحية سرعة القتل في لعبة ببجي موبايل، القائمة دي محدثة لسنة 2020 بعد كل التحديثات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وليك الحق إنك تتفق معايا في الترتيب اللي أنت شايفه دوت، أو ليك الحق إنك تختلف كمان وتنزل في التعليقات وتكتب لي إيه الترتيب اللي أنت شايفه مناسب أو إيه السلاح اللي أنت شايفه مش موجود في مكانه من ناحية الترتيب في القائمة بتاعتنا دي.
اتمنى منكم في النهايه لو عجبتكم الحلقه ولسه ما عملتش لايك اتمنى ان انتم تعملوا لايك دلوقتي، والاهم من كل شيء انك تشارك الحلقه مع كل اصحابك عشان كل اصحابك يعرفوا قائمه افضل 10 اسلحه من ناحيه السرعه في القتل في ببجي موبايل. اشوفكم على خير في حلقه جديده بكره باذن الله، وفي امان الله.